عسلامة الناس الكل، فيديو جديد كيف العادة شنحكيو فيه على اخر اخبار المنتخب الميركاتو والملاعبية المحترفين، ونشكركم كيف العادة على الدعم المتواصل للايك لزابوني الشين المدة الاخرة الجمعة الاخرة طلعة باهي. ما نوصيكم مش كيف العادة الفيديو هذا للايك كيف العادة ما تيحوش تحت 2000 جيم، دونك توا انت تتفرج فيه اعمل اخويا جيم، انزل على الجيم خلينا اخويا الفيديو هذه توصل اكثر عباد والشين تزيد تتحرك اكثر واكثر. وبطبيعة اش نحكيو على برشا حاجات اليوم، ما تنساش كانك جديد تعمل ابوني وتنزل على الناقوس باش اول ما نهبط فيديو تجيك نوتيفيكاسيون. ما نطولش عليكم اكثر، نمشيو نشوفوا الحاجات هذه الكل بالديتاي. اول خبر في الميركاتو يخص اللاعب عيسى العيدوني 24 عام اللي تألق السنة في فريقه المجري فرينك فاروس، اختاروه من احسن لاعبيه احسن لاعب دونك في البوست نتاعو. اللاعب هذا كما قلنا اللي قاعد يتالق في فريقه ولا واحد من الركائز المهمه على الاخر، رغم اللي اللاعبيه هذوما ما يحبوش يضويو برشا، لكن فما كلام في الصحافه خاصه الماليه انه شتوتغارت وهيرتا برلين مهتمين باش يتعاقدوا مع اللاعب هذا. هو يقول مرتاح في النادي نتاعو، كيف مسؤولين نتاع النادي فرينك فاروس يقولوا اللي هما مازال حشتهم باللاعب هذا، نستناو الايام القادمه شنو باش تعطي. دونك كما تشوفوا الاخبار هذه في مشكل الاخبار الرسميه، فما حتى الاشاعات اللي ساعات نجم تكون صحيحه، وهكا كل مره نعطيكم الاخبار اول ما تهبط. دونك اللاعب هذايا علاش يحب يقعد في الفريق نتاعو حسب ما قال هو؟ على خاطر ثم استحقاقات كبيره مع المنتخب التونسي، بطبيعه تصفيات كوب دافريك، تصفيات كوب دي موند، دونك يحب يقعد في فريقه باش المنتخب يعيط له ويولي تيتولير يضمن بلاصته اكثر في المنتخب. ثاني لاعب باش نحكيو عليه وحكيت عليه في فيديوهات سابقه هو يان فاليري، عمره 22 عام، اللاعب هذا يلعب في ساوثامبتون معار تو لبرمنغهام سيتي. اللاعب هذا يحب يبدل الاجواء كما قال هو، دونك فما برشا كلام انه فما ثلاثه فرق تحب تنتدبوا، نيوكاسل الانجليزي، مارسيل الفرنسي، وبروسيا منشنغلادباخ الالماني. دونك اللاعب هذا بطبيعه يلعب لاترال دروا، المنتخب حتى اللحظه هذه مازال يحاول باش يستقطب اللاعب هذا خاطر نجم تكون له اضافه كبيره في المنتخب خاصه انه عنده امكانيات مزيانه برشا. ثالث لاعب نحكيوا عليه اللي هو وجدي كشريدة الاريير دروا نتاع النجم الرياضي الساحلي، خبر هبطوا فرانس فوتبول اللي فما زوز فرق مهتمه باش تتعاقد مع اللاعب هذا. الفريق الاول هو الفريق بشكتاش تركي بطل تركيا، والفريق الثاني هو فريق سانت اتيان الفرنسي. دونك ان شاء الله على سلاه يمشي كشريدة باش يحسن من امكانياته الماديه كيف الفنيه وكيف ينفع المنتخب. نحكيو توا على اخبار المنتخب التونسي، دونك الجامعه التونسيه لكره قدم قاعده تحاول تبرمج مباراه وديه اخرى مع المباريات اللي ديجا نظمتهم كونتر الكونغو الديمقراطيه والجزائر لو 15 جوان 15 جوان. الماتش هذا باش يكون بطبيعه مع غينيا، وان شاء الله على شلاه الجامعه الغينيه تقبل بالمباراه هذه. خبر اخر يهم المنتخب ويهم لاعب من اللاعبين السابقين نتاع المنتخب اللي هو المدافع سيام بن يوسف 32 عام، بعد ما اعتزل بطبيعه دوليا يتراجع على قرار نتاعو. اللاعب هذا يلعب في نادي كلوج اللي يلعب في البطوله الرومانيه، حصل السنه هز السوبر مع فريقه كيف ماشي باش يهز البطوله. بالنسبه لسيام بن يوسف مع المنتخب قبل حصل لعب 48 مباراه، دونك اللاعب هذا حسب ما قال اللي هو اعتزل دوليا على خاطر كان معناها عنده ظروف عائليه وفما نوع من الارهاق. زاد فما كلام اخر يقول اللي هو معناها ما قبلش كيفاش الان جيريس قالوا باش تقعد على البنك. دونك بالنسبه لسيام بن يوسف حد ما ينكر انه مدافع ممتاز، مدافع صلب ينجم يعطي اضافه للمنتخب. زاد كيف ما تنجمش انت تفرض على المدرب انه يلعبك تيتولير، فما ملاعبيه طالعه جدد، فما طالبي، فما عمر رقيق كان يجي. دونك كان يجي للمنتخب يلزمك تحترم اختيارات المدرب. كيف ملاعبي معناها متخلق هذا ما ينكر فيه حد، اما كما قلنا يلزم تحترم اختيارات المدرب والقرار النهائي يرجع للمدير الفني. كما نعرف المنتخب يفتقر للمهاجم الهداف، المهاجم اللي تبني عليه باش نبني مع التحليل هذا، ونقول اللي توا بالرسمي يلزم المنتخب يقنع عادل بالطيب اللي حصل عزز المنتخب مع ليكيب اولمبيك. اللاعب هذا اللي عمره 24 عام في الماتش الاخراني مع فريق دودلانش في بطوله لوكسمبورغ يماركي هاتريك في 21 مباراه. اللاعب هذا يسجل 16 هدف. دونك كما تشوفوا اللاعب هذا ماكينه نتاع اهداف، كانت قارنهم باللاعبين اللي في البطوله التونسيه. كما تشوفوا قدامكم الكلاسمون نتاع الهدافين، اكثر لاعب تونسي مسجل 7 اهداف، حاجه تحشم معناها كما تشوفوا عادل بالطيب في 21 مباراة كهو. بطولة تونس فيها 26 جولة، وتحب ولا تكره بطولتنا اللي نجم نقول عليها اونتر بارونتيز
المنحرفة ما تنجمش تكون أقوى من بطولة لوكسمبورغ، هذه حاجة حقيقة، والشيء اللي نشوفه فيه في البطولة والشبهات ينجم يكون كان دليل على الكلام متاعي. دونك حاجة تحشم يزمنا اليوم قبل غدوة القائمة الإعلان متاعها باش يكون لو 20 جوان نهار الخميس، وإن شاء الله بطبيعة منظر الكبير يستدعى اللعبة ذي على خاطر الشنفع برشا المنتخب. بالنسبة لأخبار محترفين نحكيه على علي العابدي اللي قاعد كالعادة يتألق مع فريق باري اف سي، سجل هدف في المباراة الأخيرة اللي انتصر فيها 3-0، دونك أوتوماتيكمون فريق باري اف سي ترشح للبلاي اوف باش يلعب على الصعود للرابطة الأولى الفرنسية. على حسب موقع سوفا سكور خذا نوت 6.9 وبطبيعة لعب لمدة 92 دقيقة. علي العابدي السنة رغم اللي هو مدافع سجل 9 أهداف وعطى زوز تمريرات حاسمة، مع تألق توزغاري اللي سجل 16 هدف. ثم برشا عباد قاعدة تقول اللي زوز من اللاعبين هذوما يستحقوا أن يكونوا في الليكيب تيب نتاع الموسم الرياضي الليك 2. بالنسبة لي بصراحة هذه اختيارات نجم يكون فوت، نجم تكون عباد تحكي بالعاطفة كيف كيف، لأن ما نمنش برشا بالتيوري نتاع الكومبلو نظرية المؤامرة. ذراعك يا علاف، دونك إن شاء الله في مرة أخرى علاش ليه زوز الملاعبية هذوما يكونوا في الليكيب تيب، على خاطر في الدومي سيزون بار اكزومبل توزغار كان في الليكيب تيب. دونك توا ما نشوفش علاش فما ايادي خفيه كما نقولوا نظريه المؤامره. بالتوفيق زوز من لاعبيه هذوما على خاطر كان رجع توزغار للمنتخب، وعلي العابدي بطبيعه في الجيل المنتخب تكون لهم اضافه كبيره. لاعب اخر قاعد يتالق زاد من جنسيه تونسيه اللي طلبنا في فيديوهات سابقه انه يقع الاستدعاء نتاعو، عمره 20 عام، اللي هو محمد زكي العمدوني مع فريق لوزان اوشي. دونك انتصر بطبيعه 3-0 في الدور السويسري في اخر مباراه. دونك محمد زكي العمدوني سجل بونتو من ضربه جزاء ويرفع رصيده ل 11 هدف. دونك ان شاء الله كيما تشوفوا فما برشا من لاعبيه ديزاتاكون هدافين يشوفهم المنتخب، والليستة الجاية معناها على الأقل نلقاو برشا ملاعبية من اللاعبية اللي قاعد ديما نحكي عليهم. دونك هذا هو فيديو متاع اليوم، هذه هي الأخبار متاع اليوم، نستنى الدعم متاعكم كيف العادة، التفاعلات متاعكم، إن شاء الله بالتوفيق للملاعبية وللمنتخب. دونك الفيديو حتى لنا وفاء، نقول لكم بالسلامة.